محمد لطيف محامي بالرباط. اليوم عرس ديال الدفاع، وحنا التواجد ديالنا هنايا من اجل المواطنين قبل كل شيء، ماشي من اجل ديالنا حنايا. اولا باش تفرض هذا الجواز باش يدخل المحامي ولا المتقاضي للمحكمه، بحال لا غادي تمنعني تفرضوا عليا باش ندخل لداري. حنا المحاكم ورادا هاد المحاكم هي دارنا الثانيه، وعندنا الزواج كاثوليكي مع المحاكم، والمشاكل ديال المواطن تعالج برحاب المحاكم. وبالتالي يجي وزير العدل في تنكر سافر لاخلاقيه المهنه، ويتنسى انه كان محامي في واحد الوقت، وينسيه الكرسي الوتير الذي لن يدوم في جميع الاحوال، انه يفرض واحد الدوريه مشؤومه، وانه تدليب الجواز. انا عندي الجواز ودرت ثلاثيه، ونقد ندير الرباعيه والخماسيه رغم ان الشرع عطانا غير ربعه. وبالتالي في اطار التضامن، لاننا كدفاع جسم واحد، وفي اطار ان الانضمام او العمل بقرارات جمعيه هيئه المحامين بالمغرب وبقرار السيد النقيب والمجلس، ما يمكنناش نهائيا وباي حال من الاحوال اننا نولجوا المحاكم. هذا ما بغيتوش تعتبر انه اضراب ولا كذا، بقدر ما هو تمسك بحق، وبغينا نردوا الامور النصاب ديالها، لانه المحاكم هي دارنا، واي محامي ملي كيخرج من دارو كيمشي للمحكمه هي دارو الثانيه. وبالتالي انني تمنعني انني ندخل لداري، لا استغرب الى جاو وفرضوا جواز التلقيح علينا باش ندخل نشوف مراتي ولا نشوف بنتي ولا نشوف ولدي ولا نشوف نسيبتي ولا نسيبي. هذا عبث، ما بعده وما وراءه عبث. كنتمنى ان الناس اللي عندهم شي شويه ديال العقل والمشرفين على الامور ديال هاد البلاد يعرفوا انه كاينين شي ناس اللي ما كيبغيوش المصالح ديال البلاد وما كتهمهمش المصالح العليا ديال البلاد. هاد الشريحه كلها، كاين اللي جا من تطوان، كاين اللي جا من وجده، كاين اللي جا من العيون، كاين اللي جا من جميع النقابات ديال المغرب ممثله هنايا، راه ماشي دفاعا عن انفسنا، دفاعا عن المواطنين، دفاعا عن الحق، دفاعا عن القانون. الراي ديالي هو انني ما يمكننيش نحكم حيت انا ما عرفتش، ولكن اذا ثبت انه ما دايرش اللقاح غادي تكون كارثه. لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله، عار عليك اذا فعلت عظيمه. ولكن انا ما نظنش ان وهبي ما غاديش يكون داير اللقاح ديالو، حيت انا كنعرف الاستاذ وهبي وكنعرف كيفاش كيتصرف، ولكن في غياب معطيات حاسمة ومعطيات دقيقة أنا ما يمكننيش نحسم وما يمكننيش نقول حتى شي حاجة. إنما إلا هو ما دارش اللقاح وبغى يفرضوا علينا، غادي تكون هذه كارثة وثالثة الآتاف. ونتمنى أن هذاك الهضرة ما تكونش صادقة ويكون داير الجواز، وهذا هو اللي مفروض فيه، حيت ما يمكنش وزير في حكومة صاحب الجلالة وكان محامي والامين العام ديال الحزب اللي كيقول عتيد في المغرب، انه ما يديرش اللقاح ويفرضوا على الزملاء ديالو ويمنعهم من الحقوق، ويحيل بيننا وبين الملفات ديال الزبناء ديالنا اللي دخل، كاين اللي دخل المداوله، كاين اللي تاخر، كاين اللي هذا. فاعتقد انه الا ما دارش اللقاح وفرض علينا هذه، فهذه فضيحه أخلاقية، قانونية، إنسانية، سياسية. الرحمن الرحيم. الأستاذ عزوزي رئيس الجمعية الجهوية المحامين الشباب بفاس، كما لاحظتوا اليوم هذا واحد العرس مهني كبير، الوقفة الوطنية التي قررتها جمعية ديال المحامين الشباب بفاس باعتبارها عضوا فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب. الغاية من هذه الوقفة أن نقول على أن المذكرة الثلاثية مرفوضة على مستوى المحاكم ولا يمكن تطبيقها. لذلك نحن أتينا اليوم ولاحظنا على أن الجمعية ديال فاش كانت منظمة بشكل كبير، لا يمكن أن يتم تطبيق جواز تلقيح في المحاكم. المحامين يرفضون هذا الجواز ولا يمكننا أن نمتثل له باعتباره شيء غير قانوني. قلنا اليوم
رسالة واضحة على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومع رئاسة النيابة العامة تخلت عن استقلاليتها عندما ساهمت في توقيع المذكرة الثلاثية. لذلك لاحظتم على أننا جسم واحد ولا فرق بين هيئة الدار البيضاء وهيئة فاس وهيئة مراكش وهيئة الرباط، كلنا جسم واحد، وستظل مهنة المحاماة حرة مستقلة أبية. وشكرا لكم. أستاذ محمد وردان، محامي بهيئة الدار البيضاء. كنجول هاد الوقفة التلبية نداء في دراية جمعية محامي الشباب، وكذلك البناء كجمعية عمومية النداء ديالها، لأن سترات واحد البرنامج نضالي منذ مدة. اليوم كنقولوا بصوت مرتفع هو محامي الشباب جميع المغرب أننا كنرفضوا فرض جواز تلقيح وتعطيل المحاكم بقرار غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي. لا يعقل أن توقف المحاكم، لأننا نمس بمصالح الناس، نمس بحقوق الدفاع، نمس بالدستور، فلا يعقل أن نغلق المحاكم أو نقوم بتسييجها. فالمحاكم هي مرافق عمومية، هي من كل الشعب وللدولة، فلا يعقل أن أعطل هذا ولا بقرار غير دستوري وغير شرعي. الأستاذ يونس قربي، الكاتب العام لاتحاد محامي الشباب هيئة الرباط. حنا اعتبرنا في مجموعة ديال البيانات ديالنا، لا من خلال الإطارات المحلية ولا من خلال الفيدرالية وكذلك جمعية ديال هيئة المحامين المغرب، بأن هذا الجواز هو جواز غير دستوري وغير قانوني، وبالتالي حنا تفاجأنا بهذه الدورية هذه، واللي اعتبرنا بأن الدخول للمحاكم هو حق دستوري ما تيقلش أهمية على الحق في الاستشفاء والعلاج، وبالتالي استغربنا لهذا النوع ديال القرارات. كيف يعقل على أن مريض يتمنع من الدخول ديال المستشفيات العمومية؟ ونقول له قبل أن تستفيد من الخدمات ديال المستشفى يجب عليك أن تدلي بجواز صحي، كما لا يمكن أن نقبل كمحامون بأن يقال للمتقاضي لن تستفيد من خدمات المرفق العدالة إلا بعد الإدلاء بالجواز الصحي. ولهذا السبب جئنا هنا أمام محكمة النقد لتمرير مجموعة من الرسائل والشعارات اللي رفعناهم، والحمد لله على أنه كان واحد توحيد الصف ديال مختلف ديال الإطارات اللي كانت هنا، تقريبا واحد 16 إطار شبابي من مختلف المغرب، وتوحدات على نفس الكلمة، وإن شاء الله حنا غادي نبقاو في هاد الحوار اللي حنا ماشي ضده، ولكن في الأخير كنقول لكم بأنه ستستمر هذه الوقفات الاحتجاجية إلى حين إسقاط هذه الدورية الثلاثية. رسالتي الوهبي كنقول ليه بأنه أولا هذه القرارات هي قرارات ارتجالية، ما عمر في التاريخ على أن شهدنا المحاكم عسكرت، وما عمر التاريخ هو محامي يعرف ذلك جيدا بأن المحامون قاموا بأي رد عنيف. إحنا الوقت اللي كنسمعوا بأنه كاين القرارات كنمتثلوا لهم ونحتج من أجل إلغائها بالقانون وبالنضال.